خرجنا الزيت بعد الالكتروليك والفرق ايكارتي عرض كافة الإمكانيات المادية المسخرة من قبل المدير العام للأمن الوطني في مجال السلامة المرورية. كما تم إبراز مختلف الإحصائيات الخاصة بالحملات التوعوية والتحسيسية المنجزة وكذا حوادث المرور، إضافة إلى تقديم جولة من النصائح والإرشادات التي تصب في مجملها على احترام قانون المرور مع توزيع مطويات تخص السلامة المرورية.